السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول لو أنا جالي ملف كان معمول سنترال من شركة تانية، فهو لما جه عندي مش راضي يفتح أو بيفتح بيعمل لي رسائل خطأ كتيرة. طيب خلينا نبدأ من زيرو خالص ونوصل للمشكلة دي. المشكلة دي عبارة عن إيه؟ إن في ورك سيت وفي سنترال على مسار معين، فكل الشركة بيبقى ليها مثلا عاملة فولدر اسمه كذا على بارتيشن اسمه في أو إكس أو واي. فده اللي بيعمل مشكلة ان انا لما بروح لجهاز تاني ما بلاقيش الرموز ديت او بيكون موجود فولدر اخر. طيب خلينا نعمل الملف بتاعنا سنترال بان انا هاجي هنا ورك سيت، تمام. هنا هيقول لي كل الليفلات والجريد ده اتحط على ورك سيت اسمها شيرد ليفل اند جريد، وكل العطر التاني اتحط على ورك سيت 1. فهقول له ماشي. دي مش مشنقة، بس عشان لما حد يقول لي مشنقة ولا مش مشنقة، ده دي لايتنج عادية اهيت، ولما تعمل سيلكت عليها بتطلع لايتنج، تمام، لايتنج فيتشر، ماشي. طيب دلوقتي انا عملت الملف ده ليه ورك سيت، بس لما هاجي سيف هاجي دلوقتي اقول له فايل سيف از بروجكت. طيب او هقول له سيف، اول ما اقول له سيف هيقول لي انت عايز تسيف الملف ده فين. هخش هنا في الاوبشن هلاقي ان هو اجباري ان الملف ده هيكون سنتر. ليه؟ لان في ورك سيت، تمام. طيب هقول له سيفه على الديسكتوب بي في فولدر سميه واحد، تمام. طيب سيف كده، سيف الملف ده على ان هو سنترال. مفروض ان انا اقفل الملف دوت اول ما اعمله سنترال وافتحه تاني، تمام. افتحه ان انا هاخد منه نسخه لوكال. طيب خلينا نيجي هنا، انا عايز بس الناس تفهم الفكره جايه منين. لو جيت هنا وديفاي سيتنج هتلاقي ان هو لازم السنترال موديل يكون موجود في المسار ده كله. لو مش موجود في السي في اليوزر عمر ديسكتوب واحد خلاص مش هيقبل، تمام. طيب هاجي كده واقول له اقفل لي الملف ده خالص، ماشي، واقول له اوبن، واروح للديسكتوب الملف اللي اسمه واحد واروح مختار دوت. هلاقي قال لي ايه كرييت نيو لوكال، يعني هعمل لك نسخه لوكال على الجهاز بتاعك تسيف عليها، ولما تقول له سنكرونايزيشن هياخد المعلومات بتاعتك يحطها على السنتر، تمام. دي الفكره كلها. طيب اجي هنا هلاقي هنا اول، يعني انت عايز تفتح كله ولا هتفتح بس الحاجات اللي معمول لها اديتابل، ورك سيت اللي معمول له اديتابل، ولا اخر فيو، ولا سبيسيفاي، تبدا انت بقى تختار. طيب انا هقول له انا عايز ايه هنا اهو. ده كل ده بيتكلم على الورك سيت. طيب لو قلت له اوبن هيفتح عادي بدون انشك خالص، بس نفترض لاي سبب من الاسباب ان انا خدت الملف ده كوبي وجيت هنا عملت فولدر وسميته 2 وحطيت الملف هنا، تمام. لما تيجي تعمل سيلكت ما بيدينيش اختيار اسمه كرييت نيو لوكال، لما تفتحه كسنترال او تقول له ديتاتش، تمام. ديتاتش يعني يفتحه لك نسخه منفصله عن النسخه ديت، وتقدر يعني اقول له ديتاتش وبعد كده اقول له اوبن واروح قال له سيف از للملف اللي انا فاتح عليه في نفس المكان، تمام. وخلي بالك من اول 2019 و2020 بدا يضيف لي كلمه ديتاتش، فاتاكد ان انا اعمل سيلكت على دوت بحيث ان هو يجيب لي الاسم بالظبط من غير كلمه شرطه ديتاتش. طيب بفرض ان انا شلت العامل من هنا وقلت له اوبن، جاب لي رساله خلي بالك السنترال مش في مكانه، اوكي، تمام. او بيقول لك بينبهني، تمام. الرسالتين دول ما لهمش علاقه باللي احنا بنعمله. طيب هاجي اقول له سيف، هيقول له خلي بالك في مشكله في التسييف، تمام. ان واحد، لا سيف على واحد، احنا عايزين سيف على اثنين. طيب سيف از بروجكت، واجي هنا من اوبشن واتاكد، من لازم اتاكد ان الاختيار هنا بقول له ميك ذيس ا سنترال موديل افتر سيف، تمام. يبقى هيجي هنا واقول له ده او ده السنترال موديل. هنا كام باك اب هيحصل، تمام. طيب اقول له سيف، خلاص بقى اي حاجه هعملها دلوقتي هتساف فين؟ على الفولدر 2 مش على الفولدر 1، تمام. على الفولدر 2 مش فولدر 1، تمام كده. انت لما تيجي تقفل وتيجي تفتح تاني مش هتلاقي مشكله خالص، تمام. كريت نيو لوكال، ما دام جاب لي كريت نيو لوكال يبقى انت في السليم يا معلم. دوس.